الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. من تمام الصلاة سوى استقيموا واعتدلوا، luruskan rapatkan barisan. Istiqimu wa atadilu. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم سلمنا والمسلمين، وسلمنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في بلدتنا وفي بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة، اللهم إنك ترى ما نزل في غزة، اللهم إنك ترى ما نزل في غزة، اللهم إنك ترى ما نزل في غزة، اللهم يا ذا الجلال والعزة
يا ذا الجبروت والعزة، يا ذا الجبروت والعزة، اللهم عز أهل غزة، اللهم عز أهل غزة، اللهم فرح عن أهل غزة، اللهم احفظ عن أهل غزة، اللهم داوي جريحهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم داوي جريحهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم اشفي مريضهم، اللهم اقبل شهيدهم، اللهم ارحم ميتهم، اللهم كفف جراحتهم، ودمر آلامهم، واجعلهم والمسلمين فرجا قريبا يا الله. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين، اللهم طهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين، اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم أنت الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، وقولك الحق، والشفاعة منك حق، ونسو مساعدة منك حق. اللهم إليك نتوكل وإليك نستعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Cell. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Cell, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.